عندي مسألة problem 23 بيقول لي إن البوليت دي أو الجسم ده كتلته 500 جرام هتحولها كيلو جرام، تقسمها على 1000 يبقى 5.10 كيلو جرام. ريز فروم ريست يعني اتحرك، يعني هو عند نقطة A كان ريست، يعني كان السرعة عند نقطة A بتساوي صفر. تمام، ريليس فروم ريست اتحرك من نقطة A ونزل لتحت بدون أي قوة احتكاك without friction force along the surface. احسب determine the force exerted by the surface on the pellet as it passes through point B. لما يمر بنقطة B البوليت ده يبقى هنا، ايه القوة المؤثرة عليه؟ ولما يمر برضو بنقطة C في الحتة دي ايه القوة المؤثرة عليه؟ normal force يعني. ويحسب سرعة الجسم ده لما يوصل عند نقطة B ولما يوصل عند نقطة C. تمام؟ تمام، صغر دي شوية، نشتغل عادي خالص بقوانين بتاعتنا. احنا اولا اسهل حاجة ممكن تجيبها هي السرعة اولا، فهنقول ان TA ان هو الجسم بدأ نزوله من A، يبقى TA زائد اللي هو كينيتيك انرجي يعني عند نقطة A زائد دلتا ورك A فورس اوف ديستنس عند نقطة A بيساوي كينيتيك انرجي عند نقطة B زائد الدلتا ورك فورس اوف ديستنس عند نقطة B. تمام، احنا قلنا قالك ريست فروم ريست يعني في نقطة A كان الجسم ريست، فبالتالي ال V1 بصفر، يعني انت لما تفك الكينيتيك انرجي نص M V A سكوير، و V A ال V A سكوير هنا كان بصفر، فالترم ده كله هيروح، زائد دلتا ورك A هي force of distance. ايه القوة المؤثرة على الجسم ده؟ مفيش اي قوة غير قوة الوزن نازلة للأسفل، وقوة الوزن بتساوي mg. طب ال distance بنسميها h، بتساوي kinetic energy عند نقطة B هي نص mvp square زائد ال work عند نقطة B هو force of distance، والقوة الوحيدة المؤثرة هي mgh. طيب عند نقطة B لو احنا اخدنا امتداد الخط ده كده، عند نقطة B يعني الجسم كان ما بيتحركش، لما تحسب عند نقطة B يعني الجسم ما بيتحركش، بعد كده لما تحسب عند نقطة C يعني هو اتحرك وصل لسي. تمام، طيب النقطة الورك عند هو الفورس في ديستنس، عند نقطة B هو الفورس في ديستنس. طيب الديستنس عند نقطة B هي بصفر، مفيش هنا لا مفيش إزاحة عند نقطة عند الخط ده، مفيش إزاحة، فبالتالي الديستنس بصفر، فلقيتش هنا بصفر، فالترم ده كله يبقى بصفر. يبقى المعادلة اللي عندك هي بتساوي mgh بتساوي نص mvp سكوير. الm موجودة كتلة الجسم 5.10 في عجلة الجاذبية 9.8 في الارتفاع هنجيبه دلوقتي بيساوي نص في 5.10 في vp سكوير. هي المشكلة دلوقتي انت عايز تجيب الارتفاع من نقطة A لحد نقطة B، هو منديك الارتفاع من نقطة A لغاية الحتة دي بكام؟ ب1.2. طب انت عايز تجيب الارتفاع لغاية نقطة B، عايز تجيب الارتفاع ده وبعد كده تجيب الارتفاع كل ده، تعملها ازاي؟ عن طريق المثلثات. بص كده، هو مديك الزاوية دي بستين درجة، الزاوية اللي أنا علمتها عليها بالأحمر دي بستين درجة،
وانا عملت خط كده مستوى افقي علشان اجيب الايه الطول المائل ده، عملت مستوى افقي، فبالتالي دي 90 درجة، فدي تبقى 30 درجة. تمام، بالتبادل دي كمان هتبقى 30 درجة. تمام، وده بما ان هو خدنا عمود كده، فبالتالي ده يبقى زاوية قايمة، يعني دي تبقى 60 كمان، بس مش هنحتاجها دلوقتي، هنحتاجها في تحليل القوة، يعني مثلث 30 60. احنا عندنا قاعدة في الهندسة بتقول الضلع المقابل لزاوية 30 بيساوي نص طول الوتر. طول الوتر هنا هو 9 من 10، هو ال R بتساوي 9 من 10، اللي هو ده كده طول الوتر، وده كمان طول الوتر. يبقى الضلع المقابل لزاوية 30 بيساوي نص طول الوتر، يبقى تقسم 9 من 10 على 2، يعني الضلع اللي احنا جبناه ده طوله 45 من 100 متر. يبقى طول الضلع اللي احنا جبناه ده 45 من 100 متر. كده اقدر اجيب الطول ده MGH. يبقى H كده في هذه الحالة هتبقى 1.2 من 10 زائد 45 من 100. 1.2 من 10 زائد 45 من 100. تمام، بقى عندك معادلة في مجهول واحد تعرف تجيب ال VB. يبقى ال VB بتساوي كام؟ يبقى السرعة عند نقطة B بتساوي 5.7 متر بير سكند. تمام، طيب أنا عايز السرعة عند نقطة C. نقطة C الطول بتاعها معروف، لأن نص القطر هم ادولك ب9 من 10، يعني اللي باللون البرتقاني ده 9 من 10 هنا، وهنا كمان 9 من 10، فبالتالي أقدر أجمع برضو من عند نقطة A 1.2 من 10 زائد 9 من 10 اللي هم ادوهم لي عند نقطة C، فأقدر أجيب السرعة عند الـ VC. هي نفس المعادلة، يعني هي نفس المعادلة دي، بس هنشيل بدل ما نقول 45 من 100 هنا، بدل ما نقول 45 من 100 هنقول كام؟ 9 من 10، نفس المعادلة. يبقى نقول نص في 9.8 من 10 في 1.2 من 10 زائد كام بقى؟ نص القطر من هنا لهنا هو مديهولي 9 من 10، يبقى 9 من 10 بيساوي نص في 5 من 10 في ال في سي سكوير. هو القصة هنا الأبعاد، لكن هي نفس المسألة. فبالتالي جبت ال VC بيساوي 6.41 متر بير سكند. انت بتاخد الريفرنس بتاعك من نقطة A لنقطة B، وتحسب الكاينتيك انرجي والبوتنشال انرجي، فبالتالي بتحتاج الأطوال عشان تحسب البوتنشال انرجي. تيجي برضو تاخد من نقطة A لنقطة C، تمام، هو هي نفس المعادلات، بس الطول هيختلف. بدل ما كان 1.2 من 10 زائد 45 من 100 هيبقى 1.2 من 10 زائد 9 من 10 بس. فال في سي هتبقى 6.41 من 100. يبقى انت كده جبت السرعتين اللي هو كان طلبهم في المسألة. بعد كده كان عايز النورمال فورس عند نقطة B. الجسم لما اتحرك من نقطة A يوصل لنقطة B، عند نقطة B بقى في قوة بتأثر على الجسم ده، يبقى تجيب عن طريق تحليل القوة عند نقطة B، وبرضه عند نقطة C هتجيبها بنفس الطريقة. طيب نعملها ازاي بقى تحليل القوة دي؟ بص على المثلث كويس جدا، هرسمه تاني اهو. ادي المثلث
عامل كده كده كده، اعمل ده امتداد يعني ماشي. لو عندي نقطة B، عندي نقطة B ماشي، احنا جبنا ان الزاوية دي قايمة بالزاوية دي بتلاتين درجة، والزاوية دي أساسا هو مديلك بستين درجة. الزاوية دي مديلك بكام؟ بستين درجة من أول المسألة، تمام. الجسم بقى عامل كده، الجسم اللي هو بيشتغل عليه كان عامل كده وينزل كده بهذا الشكل، تمام تمام عند نقطة B بقى، عند نقطة B الجسم كان هنا، لما تيجي تحلل الجسم هو في النقطة دي نقطة عند نقطة B، تحلل الجسم ال mg الأسفل، قوة وزنه الأسفل، تمام، قوة الوزن الجسم الأسفل. طيب في زاوية فوق ستين اهي، لو أنا مديت الخط ده على استقامته اللي هو الخط ده اللي فيه نقطة الوزن، مده على استقامته مده على استقامته كده، هتلاقي إن في زاوية بيعملها اهي مع محور N. طيب الزاوية دي كام؟ الزاوية دي هي ستين بتقابل الزاوية اللي فوق بالتناظر بالرأس، سوري مش بالتناظر بالرأس، بتناظر المثلثات. انت لو بصيت كده، انت لما انت مديت الخط البرتقاني ده، لو قفلت المثلث بالشكل كده هتلاقي ان المثلث ده برضه قائم، والمثلث اللي فوق قائم، ودي زاوية ستين بالتناظر المثلثات أو تطابق المثلثات، تمام. فالزاوية اللي هو هيشتغل عليها دي هي ستين درجة، فالـ mg هتبقى mg كوزين ستين في الحتة دي، يبقى هنا mg كوزين ستين، تمام. ولما يحلل دي من نوع نفس النقطة دي ناخد على امتدادها كده اهو، ودي هتبقى الـ nb، القوة المؤثرة على الجسم، القوة العمودية المؤثرة على الجسم، تمام. بس انت حللت، طبعا حللت هنا كوزين، يبقى تحلل الناحية التانية ساين، يعني انت دي الزاوية، انت حللت هنا كوزين، يبقى تاخدها من نفس النقطة كده عمودية، تيجي كده ودي هنا وتقول ام جي ساين نفس الزاوية ستين. عندك ام جي سان 60 وام جي كوزين 60، ام جي كوزين 60 مع النورمال فورس ان بي ومع محور محور ام جي سان 60. وطبعا قال لك مفيش قوة احتكاك، يعني لو كان في قوة احتكاك كنا عملها كده مثلا عكس اتجاه الحركة، ما علينا. بالتالي اقدر احط استخدم equation of motion واجيب ال ان بي عن طريق اللي انا اقول summation force في الاتجاه النورمال العمودي بيساوي كتلة في عجلة في اتجاه عمودي. سميشن الفورس في اتجاه العمودي، الاتجاه الموجب هو اتجاه الحركة، بنفرض اتجاه الموجب كده، أنا الجسم هينزل، بالتالي ده كده يبقى موجب وده كمان موجب ماشي، يبقى ال NB موجب، NB اللي هي هنا ناقص الـ mg كوساين 60 عشان عكس الاتجاه، mg كوساين 60 ده summation force في النورمال في الاتجاه العمودي بيساوي
ام كتلة الجسم اللي هو مديها لك بخمسة من عشرة على ما اعتقد، 5 من 10، 5 من 10 في ال AN. العجلة في الاتجاه النورمال هي بتساوي ايه؟ بتساوي V سكوير على رو، V سكوير على رو. طب سؤال، السرعة دي بتاعت سرعة B ولا سرعة D ولا سرعة C؟ طب انت بتحلل القوة فين؟ عند نقطة B، يبقى جدي سرعة B، يبقى V B سكوير أو V عند نقطة B، تمام؟ على رو، رو مديها لك 9 من 10. بكل ده تطبيق مباشر، يبقى ال N B بتساوي، وادي ال M G اللي هي بالسالب دي الناحية التانية بالموجب، يبقى M G كوزين 60 بالموجب زائد نص ناقص نص مضروبة في الفي بي سكوير على 9 من 10. الفي بي احنا جبناها بكام؟ جبناها بخمسة وسبعة من عشر، 5 و7 من 10. بالتالي تعرف تجيب ال N بكل سهولة. عندك ال M اللي هي بتساوي 5 من 10، في عجلة الجاذبية 9.8 من 10، في كوزين 60 اللي هو في بنص زائد نص في المعادلة دي، وبالتالي تعرف تجيب ال N B بكل بساطة بتساوي 20.5 نيوتن. انت كده جبت القوة العمودية عند نقطة B. تعال نجيب نفس الكلام عند نقطة C. عند نقطة C أسهل شوية، لأن مفيش قوة هتتحلل ولا أي حاجة مايلة يعني بزاوية ولا أي حاجة، قوة على خط مستقيم، تمام. ادي نقطة C اهي، لما الجسم يوصل هنا تحليل القوة فيه هيبقى فوق وتحت فقط، فوق وتحت. لو كنا حطينا الفريكشن فورس، هو قالك اهمل الفريكشن فورس، فاذا هنا بالتالي هيبقى تحليل القوة في اتجاه N بس. فبالتالي لما نيجي نحلل القوة عند C هيساوي C ماشية كده، ادي C عند نقطة C. أكيد طبعا قوة الوزن الأسفل MG، والقوة العمودية بتأثر على الجسم عكس، يبقى N، تمام NC طبعا عشان احنا بنتعامل مع نقطة C. وبالتالي بقت الدنيا سهلة جدا. summation force في اتجاه N بيساوي M كتلة في AN. طب ايه summation force في اتجاه N؟ هو عندك التالي طبعا، ده الموجب اتجاه الحركة، يبقى NC ناقص MG بيساوي M AN عجلة في الاتجاه النورمال يعني بتساوي في سكوير على رو. نيجي تاني، احنا بنحل عند نقطة ايه؟ C، يبقى في سي سكوير. طيب ال NC وادي ال MG الناحية التانية بالموجب، تبقى MG موجب زائد M مضروبة في C سكوير على رو. ال M بكام؟ 5 من 10، و G عجلة الجاذبية 9.8 من 10 زائد كتلة الجسم 5 من 10، في ال VB سكوير اللي احنا جبناها ال VB جبناها ب سوري احنا بنحل عند نقطة C، يبقى نجيب ال VC. ال VC بكام؟ ب6.41، جبنا احنا 6.41 من 100 تربيع على رو اللي هو مندوق معطى في المسألة اللي هو 9 من 10. بقت ال NC معادلة مباشرة جدا بتساوي 27
0.72 نيوتن، كل القوة طبعا بالنيوتن، سواء NC أو NB، قوة بنيوتن. تمام، وشكرا.